السلام عليكم. أعلن الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس عن الغلق المؤقت لمحطة نقل المسافرين في بئر مراد رايس، وذلك إثر تساقط الحجارة على مستوى هذه المحطة بسبب التهطل المستمر للأمطار بغزارة كبيرة طيلة الفترة المنصرمة. وجاء هذا القرار تطبيقا لتعليمات والي العاصمة حفاظا على سلامة مستعملي المرفق المعني وتفاديا للخطر المحدق بانزلاق المزيد من الأحجار والأتربة. كما تم أيضا غلق المحلات المتواجدة بهذه المحطة وتضييق الطريق على مستوى النهج المقابل لها شارع محمدي في انتظار نتائج الخبرة التي باشرتها الجهات المختصة فور وقوع الانهيار. وعليها طلب الوالي المنتدب من المواطنين ومستعملي الطريق تفادي سلوكه واجتناب الاقتراب من المحطة ومحيطها. كما وجه هذا الأخير الاعتذار على الإزعاج الذي تسبب هذه الإجراءات، أين طلب من الجميع احترام الإشارات الموضوعة وإرشادات مصالح الأمن المتواجدة بعين المكان.